دعاني يا غريب الدار عود، ترى ما لك غنى إلا في محل. غريب الدار هنا يتسلي، أسلي خاطري عن حب خلي. غريب الدار سمعت الشور من عادت روح الفن، وانتشى المسرح السعودي من جديد. حالنا البارحة كما شدى بها أبو نورة في الليالي الوضح والعتيم الصبح، لاح لي وجه الرياض. مركز الملك فهد الثقافي شهد ليلة البارحة عودة فنية كبرى بعد انقطاع دام عدة عقود، بعودة لفنان العرب محمد عبدو والفنان راشد الماجد، لشعب تعطش للفن واشتاق لهمسات الحب والغناء. توزع الفرح وأهديت مشاعر الحب لكل الحاضرين في ليلة استثنائية بامتياز. حضور جماهيري غفير وتعطش للفن مشهد لوحظ ليلة البارحة، وسيبقى مخلدا في ذاكرة الفن والمسرح السعودي. لقطات توزعت هنا وهناك، لا شيء غير الابتسامة يعلو محيا الجميع. والله مشاعر الفرح والبهجة والسرور، وخصوصا بأنه احنا الليلة يعني في أول حفلة بعد مدة طويلة في الرياض، سبقتها جدة وإن شاء الله أيضا في باقي مدن المملكة. وأينما تكون روتانا يكون هناك حفل ناجح حقيقة. الجروب أو الفريق الممتاز جدا المتلاحم الحميمي فيما بينه وبين الفنانين ينتج حفلات ناجحة ومنظمة كثيرة. سعيدين جدا، وانا متلهف لهذا اللقاء مع جمهورنا وحبايبنا في ديرتنا. انا فرحان قبل الجمهور، يعني انا بالنسبه لي النهارده عيد يحسب من الاعياد بالنسبه لي في مسيرتي الفنيه، لان انا حاسس ان شاء الله ده هيكون فتحه خير ونفتح الباب بقى للحفلات والفعاليات الثقافيه والموسيقيه والفنيه في الرياض. انا قد ايه حابب الرياض وجمهور الرياض، والنهارده انا اكتشفت ان يعني ما شاء الله مش دايما الجمهور السعودي ما شاء الله ورانا في كل الحفلات في كل الدول، لكن هنا
في البيت الكبير بتاعنا هنا في بيتنا في الرياض في السعودية في طعم تاني خالص، في أسلوب تاني، في مرتاحين جوه البيت. في منظر قل أن تشاهده، في لحظات تبادل فيها الجمهور مع أصوات الطرب على المسرح أغاني الحياة، هنا يلحظ الجميع جمهورا يفوق عدده 3000 حاضر، ويصبح الكورال بامتياز في ختام ليلة من أجمل ليالي الرياض الخالدة. بروتانا خليجية، فهد المسعودي، الرياض.